ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجد ضياء حوشية. يعني إذا ضياء، ما هي أهم المواضيع والملفات التي ستطرح للنقاش خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني؟ بالفعل هو الاجتماع انتهى ولم يعني يتم الخروج بأي توصيات أو أي نتائج، لكون الاجتماع كان مفترض أن يكون برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكن هذا الاجتماع جاء تشاوريا برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات. لم يتم بحث سوى يعني عدد من الخطوات فيما يتعلق بالأسرى والهجمة العدوانية الإسرائيلية عليهم، بالإضافة إلى مواضيع عدة، ولكن الاجتماع الرسمي هو يكون برئاسة الرئيس الفلسطيني، ولكن الكلام من ذلك هو الاجتماع الذي سيعقد يوم غد للجنة المركزية لحركة فتح بحضور الرئيس الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله. هذا الاجتماع وصف بالهام لأنه سيتخذ عدة نقاط ومواقف هامة جدا تتعلق بشأن المصالحة وتفعيل مرسوم الرئيس الفلسطيني بإجراء الانتخابات التشريعية، وأيضا ما أشار إليه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بأنه سيذهب إلى قطاع غزة وسيتوجه بإعاز من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة للتشاور مع الفصائل الفلسطينية حتى يتم إجراء والتوافق على إجراء انتخابات تشريعية، بالإضافة إلى ما قاله محمود العلول وهو نائب رئيس حركة فتح. قال هذا الصباح في تصريحات الإذاعة الرسمية، قال بأن اجتماع يوم غد للجنة المركزية سيناقش عدة قضايا هامة على رأسها تشكيل حكومة فصائلية في ظل انسداد الأفق فيما يتعلق بالحوار والمصالحة مع حركة حماس، إضافة إلى يعني بعض التطورات الهامة فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية والخطوات التي يجب بحثها خصوصا في ظل الأوضاع، إضافة إلى بعض القضايا الداخلية في إشارة لربما إلى موضوع الضمان الاجتماعي وقانون الضمان الاجتماعي الذي بعض المصادر قالت بأنه سيثار خلال نهاية هذا الشهر أو خلال أسابيع على القادمة على أبعد تقدير، أن يتم تأجيل موضوع قانون الضمان الاجتماعي لحتى التوافق بشكل رسمي مع مختلف الأطراف العمالية والنقابية وبين الحكومة حتى يتم الخروج بقانون يرضي الجميع. هذا ما ربما ستبحثه أيضا يوم غد اللجنة المركزية لحركة فتح، إضافة إلى سلسلة من الخطوات التي لم يتم الإعلان عنها فيما يتعلق بالعقوبات على قطاع غزة أو على وجه التحديد حركة حماس، خصوصا بأن كافة المسؤولين الفلسطينيين يقولون ويؤكدون بأن أي إجراءات لن تتم أو لن تمس أي فلسطيني يعيش في قطاع غزة، بمعنى أن الإجراءات هي فقط موجهة باتجاه حركة حماس. نعم، مراسل الغد ضياء حوشية، شكرا جزيلا لك.